مرحبا يا جماعة، أنا كتير مبسوطة أني حاملة الكاميرا، ما بتتخيلوا. ميشو راح يجيب قهوة، مدري شو راح يجيب. المهم أنا استغلت الفرصة وفتحت صرت بدي أتصور، بدي أعمل مقدمة هيك أول مرة هيك بمسكها. شو كان بدي أحكي على فكرة؟ نسيت شو كان بدي أحكي. إيه ليك وعلى السريع. فيديو اليوم راح يكون مقارنة بالأسواق ما بين السوق المتوسط، السوق الشعبي، وسوق الماركات. هلا انا رح اشرح لكم عن هذا الموضوع يعني بقلب الفيديو، بس ما رح لحق اشرح لكم هلا لانه خايفه ميشو يجي. فاجا ميشو، ولا تنسوا تحطوا لنا اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. واجا ميشو. ميشو لا بم لا كاميرا والله امانه. وهلا نحن رح نبلش اول شيء بالماركات. هلا طبعا عندنا بالشام في كثير ماركات، وكل ماركه عندها كذا فرع بكذا منطقه، بس انه غالبا ممكن تلاقي هدول الماركات بابو رمانه، بالمالكي، بالشعلان. وهلا انا حاليا بالشعلان. الماركه اللي اخترتها هي يعني فيك تقول القلب وما يهوى، عرفتوا؟ فانا هي الماركه كثير بحبها، وهي ماركه تاليس. هي عباره عن اربع طوابق وانا كثير بحبها. فهلا رح نفوت وارجيكم اياها. يلا هلا صرنا جاهزين لينقي لي الثياب رح يكون عم يساعدني فيهم. احمد فيجوال مرشندايزر لشركه تاليس. تمام، شو رح تختار لي؟ تفضلي. تمام، هدول كاجوال يعني لك لتلبسيهم كل يوم. تمام تمام. ايه بشكل يومي كثير حلوه هي، حبيتهم. تمام. لا انا بحب اللون الاصفر وهي. شو رايك؟ تمام. ما بعرف وين يا شباب. وين بدي بس قيس. اوكي لا الحقوني لصوت. هاي كيفكم؟ لكم وين شكرك؟ كله مرايا. لكم بس لقياس. انا هذا الستايل كثير حبيته، مو شوي الصراحه. انا بقلك كمان يعني انا بحب العريض وبحب الاصفر، يعني انت هيك دقيت لي شو بحب. هلا بس بدي اسالك بالاول، الكنزه قد ايه سعرها؟ 41. تمام. البنطلون 74. اوكي. رأى شو مشان هلا شو بدنا نعمل؟ طالع غير ثيابي بشكل طبيعي. يلا. بس هاي اشتري هدول مالك اخضر؟ جربيهم جربيهم اخضر. شو رايكم البس هيك؟ شكلك ميشو؟ كثير ترند هذا اللون السنة. أنا أول مرة بلبس هيك شيء، بس إنه هو كثير كثير حلو، حلو إنه غريب وألوان وكذا. بدي أتشكرك كثير، عزبتك معي اليوم. عزبتك؟ لا لا بالعكس، كثير انبسطت. ماشي، شكرا كثير لك. وين رايحين هلا؟ نحن وين رايحين؟ اي على الحمديه. رايحين على وين؟ الحمديه. شو بدنا؟ هنيك بدنا نعمل. ليك انت سالتني بموقف انا كثير تعبانه فيه. انا عم برتاح بالسياره. هاي يا جماعه، نحن رايحين على السوق المتوسط. هذا السوق المتوسط، يعني ليه سميناه متوسط؟ هو ما له اسم، انا سميته متوسط. هو انه اسعاره يعني مقبوله للمجتمع. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. ما بعرف وين المحل. شلون يعني؟ يعني مدري هون مدري هنيك، يمكن هنيك. بدك تقرري هلا. طب وين مقداش؟ انجرب عادي. 50 مقداش هنيك؟ ايه هنيك، يلا تعال.
صار وقت السوق المتوسط. السوق المتوسط هو انه اسعاره مقبوله لاغلب المجتمع، عرفت؟ انه ما له لا غالي ولا انه هو رخيص، عادي. على وضع البلد ما بتلاقي انه الكل بيقدر يروح يشتري من الماركات، فانا هلا اجيت على الحمديه. الحمديه فيها كل شيء، والجوده موجوده والاسعار مقبوله، ويلا تعون. مرحبا، يعطيك العافية. كيفك؟ شو أخبارك؟ اليوم بدنا يعني تعطيني هيك لوك. تمام. شغلات يومية إنه ممكن تلبس. ما عندك؟ هلا بنزل هيك شيء مثلاً كنزات خفيفة للبيت. تمام. وحتى للطلعة هن اللي بيمشوا كمان. ما عندك مشكلة، هدول 18 سنيكر رسمة إلى مبين. تمام، حلو. ليك شو كتاب؟ في عندك هيك شيء مثلاً لمحبين البي تي اس؟ كيردي وما كيردي يعني. بي تي اس. طبعاً هي تقليد للكنزات البي تي اس النظامية. تمام. في عندي موديلات جديدة كمان جوا، تفضلي اعملي هيك نظرة. هلا مثلاً عندي هدول الكنزات، تفضلي شوفيها. تمام. يعني مثلاً عندك هيك شيء على تيب الكنزة، كنزة نسكم كثير حلوة. حلوة هي بتزبط. عندك هيك شيء صح، هو الاسود للتعزايه، بس احيانا الاسود ملك الالوان. على فكره انا كثير بحب اللون الاسود، وهي كثير كثير نعومه وحلوه. خلص رح اخذ هي، حبيتها. هي حلوه. اوكي، طيب هلا البناطلين شايفين طبعا. ما بعرف ليش هيك طلعت، بس خلص. مرحبا، يعطيك العافيه. بدي بنطلون. بنزل بقى على هيك شيء مثلا. هلا هدول يا فاطمة مثلا القماش هذا اجنبي بس خياطه وطنيه، قطعه كثير حلوه وكابريه. طبعا على اللبس بتختلف يعني، غير هيك بتحسيكي اجباري اللبس بتختلف. انت شو فيها هيك؟ قطيعه حالك شو بتقولها؟ هو رح فوت قيس انا هلا. ما عندك مشكله. اوكي، هذا اللون ولا هذا؟ هو هذا. خلص خلي احترت، محتاره. خلص رح اخذ هذا. اوكي، هيك شو بدك؟ تتركوني شوي تانية بختار الثاني. ها، لا شو بدك السريع. شو بدك هي؟ تمام، شكرا. تفضل. وين؟ طبعا هيك طلع الستايل، انا كثير حبيته. انت شو رايك؟ كثير حلوين اكابريات يعني. كلاسيك. هذا موديل جديد اول شغله. تمام. يعني شيء غريب، نسكم للطلعة كثير حلوة. للصيف كمان كثير مقبول. طيب هلا بس تحكي لي سعر البلوزة قد ايه؟ ما عندك مشكلة، هلا البلوزة 18 وهون 22. اوكي، بدك بنبيعها هاد بنخلي لك هدول. لا لا، ما تحطي اكياس وما اكياس، خليكي بهدول وبيع هدول. اوكي، خلص عرض مقبول. وهلا جينا اخر شيء على السوق الشعبي، او يمكن معروف اكثر بسوق الباله. طبعا هذا السوق كمان انه الباله بنلاقيها بكذا منطقه، فنحن هلا بالاطفائيه. كمان شيء انه محلات الباله بيجوا مختلفين عن بعض، يعني ممكن تلاقي محل الباله انه بسطات مثلا، بيجي مثلا الثياب مستعمله او انه حدا متبرع فيها هيك. وفي عندنا محلات انه مثلا بيرتبوها، بتلاقيها انه مثل المحل العادي، حتى ما بتفرقوا انه هذا محل باله. فهلا نحن حنفوت على محل ونشوف كيف الثياب ونحكي اكثر، ورح نختار الستايل ونحكي عن السعر وبس. يلا. طبعا يا جماعه الباله يعني مثلا هي البسطه اللي كنت عم اقول لكم عليها، هون بدك قطعه بدك تنكوش. يعني شلون يعني تنكوش؟ يعني تضل هيك عم تعمل، تطلع هيك، تعمل هيك ليخلصوا كلهم، يعني تقضي نهار نهارين السهره لحتى تلاقي قطعة. هلا اخترت لكم محل واسع وكبير وعنده للولادي وللرجالي وللنسواني وكلياتهم، فيلا تعالوا. كمية الثياب. هلا طبعا اعيد واكرر، بس بدك تجي على البالة، يعني يا بدك تنكوش يا بدك تدور واحدة منهم، فأنا اللي بدي ادور. أول شيء رح ادور فيه هو الكنزات. تمام. وفي شيء ثاني كمان، إنه هون الأواعي مالهم مستعملين، هون يعني بيجوا منظفين ورايحين على الكوة ورايحين على الغسيل وامورهم. تمام، بعدين بيعلقوهم وانت بتقعد بتدور. اصلا شيء التدوير هو من كل السيره. 2000 years later. ما عم يعني بدها القصه تدوير. خلص انت روح اشربوا قهوه، اعملوا لكم اياها عادي. حابكي. وين كنت انا؟ دواب؟ ايه. كثير تاخرت.
هلا اسمع، انا لقيت هدول ضايعه بيناتهم، انو احلى انو الثلاثه جداد وحلوين. مادي طيب اوكي. بسرعه 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 بسرعه. صحيح لسه البناطلين. بسرعه والبناطلين. انت تتكلم جد يا جماعه؟ هلا هون اصعب اصعب يعني حط لي اصعب هيك تريليون مره، هي شغله انك تختار البناطلين، لانه كثير صعب تلاقي قياسك، يعني تلاقي الموديل اللي بيعجبك بس قياسك شو بتعمل فيه. هذا 38 بس ما بيلبق. حياة النبي محمد دي اللي تجيب لي جلطة. رؤى شو صار معي؟ لك حزير شو كمان غير هيك، انه كل اللي عم يطلعوا لي ماركات، متخيل؟ والله ايه ليك هشوف لقيت هذا. والكنزة بالمقلوبة ايوه حلوين ما؟ جربها؟ جرب. 12 seconds later. رؤى فلاي يا رؤى. رؤى شايفك انا فلاي. طيب انا جاي. طلع 40 شغلة والله عن جد مطلع على الدين. على فكرة البنطلون كثير كثير حلو بس لو قياس محروق قلبي على بس مو حلو؟ حلو حلو؟ أول مرة بيقول لي إيه؟ هو لا عم جاملك طالع بيضحك طالع بيضحك؟ معقول لأنه هيك شكله؟ هي ياسمينة حبيبة علاء ياسمينة تبع علاء الدين. هلا الأسعار هون عندك عندك عندكم شب ولا بنت؟ آسفين إيه بس شو بدي أحكي؟ قديه كان السعر؟ إيه ريلاكس بلاص يا حبيبي شو ايه الكنزه ب 10 والبنطلون ب 20 معلمنا stick to my tissue cause I ain't got time to get all sweaty in the club like I'm asking nana got diamonds in my mouth match the diamonds on my wrist now she holding my hand asking how much was this. يا جماعة هون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، أنا استويت، عشان استويت، ميشو ميشو فحم ما ضل شيء يعني من الشمس والتعب اللي تعبناه وروحه وجاية وكذا، بس آخر شيء بدي أقلكم شغلة واحدة، هي لا كلام فزلكة ولا كلام إنه بس إني عم بحكي، فيك تكوني حلوة أو فيك تكون حلو ببساطة، الشغلة مو بالمصاري، لا إن رحت جبت ماركة ولا شو ما كان، يعني مثلا مرات بتلاقي وحدة فقيرة بس ببساطتها باسلوبها شخصيتها كيف بينعكس على ثيابها بتكون كثير احلى من وحده كلها ماركات وهذا الحكي كله. فاذا حبيتوا الحلقه لا تنسوا تكتبوا لي كومنت وتحطوا لايك وسبسكرايب ويلا بشوفكم بحلقات جديده.